بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في أسئلة جتني كيف احنا نفعل ونعطل ميزة الحماية من السرقة، لأنه أنا رفعت فيديو وشرحت فيه هذه الميزة بشكل بسيط. اليوم إن شاء الله راح نسوي تطبيق عملي كيف نشغل هذه الميزة وكيف نعطلها. أولا نروح للإعدادات، بعدين نروح للأمان. الآن خيار الأمان ممكن يختلف من جهاز لآخر، من شركة لأخرى، زي مثلا سامسونج يختلف عن هونر، موتوريلا يختلف عن شاومي وزي كذا. اهم شيء ان احنا نبحث عن خيار الامان ونضغط عليه كذا، تمام؟ الان علشان احنا نفعل الحمايه من السرقه لابد من ان نضع قفل للشاشه، تمام؟ في هذه الحاله انا راح اسوي مثلا نقش، تمام؟ انت ممكن تسوي نقش او كلمه مرور، تمام؟ نقول له نقش كذا بسيط، نقول له التالي، بعدين نقش كذا بسيط، نقول له تاكيد، تمام؟ نضغط بعدين تم. الان ننزل الحمايه على السرقه. الحماية من السرقة تختلف من جهاز لآخر على حسب العتاد اللي شركة جوجل تتطلبه في نظام الأندرويد. أنا في حالتي القفل عند محاولة السرقة غير متوافق مع جهازي بسبب العتاد، لكن أغلب الخيارات كلها موجودة عندي. أول خيار هو قفل الجهاز بلا اتصال إنترنت، نضغط عليه كذا ضغطة واحدة، نقول له تفعيل، تمام؟ وبعدين نفعل قفل الجهاز عن بعد، تمام؟ أقول له كذا تفعيل، تمام؟ نرجع للخلف، وبعدين العثور على جهازك ومحو بياناتك، وهو هذا الخيار الثالث، نضغط عليه كذا ونفعله. الآن راح يطلب النقش أو كلمة المرور، تمام؟ أقول له كذا موافق، تمام؟ الآن الجهاز أصبح مفعل في خدمة الحماية من السرقة. الآن أنا أبغى أعطلها، تمام؟ نرجع مرة ثانية نروح للإعدادات، بعدين نروح للأمان. إما إني أنا ألغي قفل الشاشة بشكل مباشر وبعدين أرجع ألغيها مع بعض، أو أدخل على الحماية من السرقة كذا وأسوي لها إلغاء بشكل يدوي. خلينا نلغيها الآن واحدة واحدة، زي ما بديناها واحدة واحدة نلغيها واحدة واحدة. نروح أول حاجة قفل الجهاز بالاتصال الإنترنت، نضغط عليه كذا ضغطة واحدة، راح يطالبنا بالنقش أو كلمة المرور، نعطيه، نقول له موافق. عطلنا الأولى، تمام؟ أقول له هنا قفل ميزة الجهاز عن بعد، عطلناها، تمام؟ نرجع كذا رجعة خفيفة للوراء والعثور على جهازي، وأقول له هنا عطلناها ونعطلها كلها. الآن كلها أصبحت معطلة. طيب في طريقة ثانية سهلة، وهي إن احنا نلغي قفل الشاشة دايركت. خلونا الآن نفعلها مرة ثانية، تمام؟ أنا نفعلها، نرجع نفعل هذه الثالثة، تمام؟ أصبحت الآن كلها الثلاثة مفعلة. أروح أول شيء مثلا لقفل الشاشة وأقول له كذا، تمام؟ وأقول له تمرير سريع أو بدون بكيفه، تمام؟ ألغيناها الآن. نرجع مرة ثانية للحماية من السرقة وأقول له لا تفعلها، إلغاء التفعيل، قفل الجهاز عن بعد، إلغاء التفعيل، والعثور على جهازي ومحو بياناتي، إلغاء التفعيل. وكذا يكون عطلنا ميزة الحماية من السرقة أو ميزة قفل الحماية من السرقة. لا تنسى دعمنا باللايك ومشاركة هذا الفيديو مع من تحب. حفظنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.